أقر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا بأن جولة المفاوضات التي انتهت أمس لم تحقق اختراقا لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن المفاوضات ستستأنف في سبتمبر المقبل. جولة جنيف الأخيرة حققت تقدما مرحليا من دون اختراقات مفصلية، وننوي إجراء المفاوضات المقبلة في سبتمبر، ونتمنى أن تكون مفاوضات مباشرة بين الأطراف السورية. المجتمع الدولي يريد تسريع التوصل إلى حل للأزمة السورية، وطلبنا من وفد الحكومة الاستعداد لذلك.